مشروع جسر الطبيعة بطهران اللي فاز مؤخراً بجائزة الأغاخان للعمارة مشروع مميز جداً. طبعاً هو مشروع بربط بين منتزهين فوق وادي وأيضاً طريق سريع في مدينة طهران، وأنا بعتقد أنه مشروع مميز لعدة نواحي. طبعاً في البداية الرؤية المميزة تبعت المعماري والفريق اللي اشتغل على المشروع في إعادة النظر في البنية التحتية. طبعاً البنية التحتية ممثلة بجسور، بوديان، بطرق سريعة، بمكبات نفايات وغيرها. كيف هذا الموضوع عادة اللي ما بتعمل فيه المعماري صار موضوع مهم جداً بالنسبة لهذا الفريق، كيف إعادة طرح البرنامج تبع المشروع بحيث أنه انتقل من برنامج تقني لجسر بوصل بين نقطتين إلى تكوين فراغ عام مميز، حيز عام نشط جداً، بؤر حضرية في المدينة، يعتبر الآن من أهم الفراغات الحضرية في مدينة طهران. طبعاً بالإضافة لذلك المشروع مميز جداً لأنه عرف كيف يكسر الحواجز بين الممارسات والمجالات المختلفة للمعرفة، زي مثلاً العمارة أو تصميم البيئات الطبيعية أو الهندسة المدنية والتصميمات الإنشائية أو التكنولوجيا بشكل عام. فالربط الفعلي لهاي الممارسات مع بعضها لعبت دور كتير كبير في تفعيل التكنولوجيا وخلق هاي البيئات الحضرية الناجحة اللي هي عم تنظر نظرة مختلفة كيف ممكن البيئة الحضرية في المدن تتفاعل مع البيئات الطبيعية أيضاً، ويصير دور البيئات الطبيعية في تكوين المدينة مميز جداً أيضاً في خلق هاي الفراغات العامة. فبشكل مميز إحنا منشوف هذا المشروع عم بيعيد تعريف العمارة وممارسة العمارة مرة تانية، فكيف هاي الأماكن اللي ممكن تكون منسية في المدينة، أماكن صناعية سابقة، بنية تحتية، جسور، أنهر وغيرها، عم يعاد التفكير فيها مرة تانية بحيث إنها تكون أماكن مميزة في المدينة. هذا التوجه اللي في آخر تقريباً 20 سنة يسمى Landscape Urbanism عم بيكون له دور كتير فعال في إعادة تشكيل المدينة في القرن 21. طبعاً المشروع تأثر بمشاريع سابقة كثيرة، تأثر بالإرث الحضاري الموجود في إيران من ناحية تصميم الجسور المشاة في أصفهان مثلاً، وتأثر أيضاً في مشاريع مختلفة معاصرة زي مشروع الهايلاين في نيويورك اللي أيضاً بيعيد التفكير بالبنية التحتية بشكل عام. وبحب أضيف أنه إذا إحنا تفرجنا على مشاريع اللي فازت في جائزة الأغاخان العريقة مؤخراً بنقدر نلمس بشكل واضح إعادة تعريف العمارة اللي أنا عم بحاول أكد عليه. فإذا مثلاً قارنا هذا المشروع في مشروع آخر فاز مؤخراً اللي هو وادي حنيفة بجانب الرياض بالسعودية اللي هو كان عبارة عن وادي، طبعاً وادي نهر، كيف أيضاً إعادة التفكير في هاي البيئات في خلق الفراغات النشطة في المدينة، وبشكل عام إعادة التفكير بشكل نقدي في الطرح المعماري اللي ممكن الفريق المعماري أو المعماري بنفسه يكون له تأثير كتير كبير في إعادة التفكير في هاي المشاريع.